مع بنت رمضان. الجو معنا ياسر مزيان. انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة. ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور والكرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى. مرحبا بالناس كل عضلت موجتها علينا على 90.3 وين ما كنتوا ابرونشي وتسمعوا فينا. هذه هي بنت رمضان كيما تيلة رمضان رفقناكم ومازلنا باش نرفقوكم كل اثنين حتيل للجمعة من توا حتيل للخمسة امتاع العشية بمختلف فقراتنا كيما تعودتوا تشرشينا الغسيت البنينة الجو الربح صندوق العجب وكيما باش نعودوكم الأسبوع هذا كيما كل يوم إن شاء الله باش نكون في الشوارع القيروانية باش نخطفوكم جماعة اللي في التاكسيات واللي تاكسي زيدا تنجموا تربحوا معنا كادو مزيان من اهداء لحليوي بارفومري. فوالا اكيد كي نحكيو على بارفومري لحليوي فراغرانس بارفومري غنية على التعريف بارفومري من لي بارفومري العريقة جدا موجودة في الحي التجاري تلقى فيها تو لي زارتيكل لي بارفان المكياج les produits capillaires الحاجات اللي نسحقوهم الكل كوسوا نساء والا رجال بيان سور البارفومري لحليوي تفرح بكم برشا 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 واحنا بما انه النساء تعبت في شهر رمضان الفضيل ودخلوا برشا للكوجينه حتى الرجال زاد ميساج حتى الرجال زاد تعبوا لكن حق الملح سي دي بور لي فام الوغ احنا الكادو تاع حق الملح علينا احنا خليناها على الحياه افام باش نهجي لكم كل يوم كادو من اهداء الحليوي فراغرانس اوسي ان غران ميرسي لي توكال اللي ديما مزينت لنا البلاتو اللي مرافقتنا تيل شهر رمضان الكريم اكيد نحكيو على توكال البرودوي البنين البرودوي الصحي نحكيو على الطماطم والهريسة اللي ما فيها مش مصبرات نحكيو على اكيد هريسة منارة جربة وطماطم البيروكي وبيان سور نحكيو على المعجون اللي على كل لون يا كريمة وافيك دي كالوري هكا ماهمش برشا واكيد حاجات صحية نودوكم ولنشهيوكم سينو احنا بعد شوية باش يكون عندنا الغوسيت نتاعنا بتوكال ولكن قبل ما نمر زادة رفقنا النحاس المزيان تيلة النص الثاني من شهر رمضان ان غو ميرسي للمدام شهلة بالقاسم على النحاس القروي النحاس الاحمر النحاس المطروق النحاس الزمني اللي قاعدين نشوفوا فيه برشا من الناس سالونا على زارتيكل هذوما هذوما تلقاوهم في القريه الخيره هي مدام شهلة بالقاسم للي يحب يزين الدار اللي يحب يعمر الدار للي تحب هكا تجهز بيان سور لي زارتيكل هذوما تلقاوهم موجودين ديسبونيبل عن مدام شهلة سينو هكا يكون جونا وان شاء الله ندخلوا عليكم بالبهجه بالفرحه وبالبركه يا ربي واكيب كامله هكا باش تكون معاكم كما كل يوم مرحبا مرحبا بزميلنا احمد المخلوفي اللي دائما معنا في الديجيتال ايضا تحيه كبيره للزملاء شاكر عبير في الديجيتال وزميلنا سهيل اكيد دائما في الكادراج معكم نور بيجي مقدم الميكرو وتنطلق ليكيب مرحبا حمزه بالشيخ عسلامة عسلامة مرحبا مرحبا في الميسيون بالحق الحلو عسلامة ليكيب الكل اللي حاضرين معنا هنا في الاستوديو اليوم اليوم مش كيما البارح مش كيما قلت البارح مش كيما الجمعة اللي فات فما برشا مفاجآت خصوصا في حكايتي اليوم يا ندرش الخبين اليوم مش تطفي الأضواء الله مش شعل الشمع انت صلاح عسلامة ساعة انت ما حضرتش على النهار اللي رعبنا الناس الكل مطفى الضوء هنا وحكينا حكاية رعب الرعب بيضحك ايه الرعب بيضحك الرعب بيضحك مش حاجه حاجه بتاع هزار 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 كبير حسيلو انا نقول لكم ما نجم نقول لكم كان خليكم برونشي على 93 يحضر فينا وخلي بعد كل حاجه تتحكي في وقتها واضح شوفوا تخاف ولا ما تخافش لا ما تخافش شفت غزل وجه تبدل الراجل عليه هكا ده انت تصفريت يا جدعان سيدي تنكتشفوا مع بعضنا شنو حمزه محضر لنا صلاح يا مرحبا صلاح يا عسل ابو صلاح وصل ابو صلاح وصل الله مساء الفل مساء السعادة عليك يا نور مساء العسل يا حمزه ان شاء الله تخوفنا النهارده ونربي 24 كده جدعان مساء الفل على كل الساده المستمعين مش مديرك تغسل وجهك
وعلى كل السادة المستمعين إذاعة الحياة FM اللي يسمعونا على 90.3. النهاردة يعني خليكم معنا وكملوا معنا للآخر مع حمزة، أكيد هيخوفنا كلنا في شهر رمضان المبارك. مش عارف إزاي هيخوفنا في رمضان، الله أعلم. بس الشياطين كلها متسلسلة. أنا ما قلتش أخوفكم، أنا قلت خليكم متشوقين، مش هحكي لكم حكاية يقولوا تخوف. ما هي ما تخوفش. احمد ساب الهندسة والشغل بتاعه وطلع يجري برا هو يعني. يقولون سينا صلاح هنفكروا الجماعة اللي هم نجموا يلقاوك في الشارع امبارح. والله كان يوم جميل جدا واستمتعت. وكل يوم على البارح حكي شو كنت هي كانت حاجة جميلة والله، يعني مغامرة كده جوه جميل. والله انا يعني قلت اخد اي حد بقى هو وظروفه بقى يعني. واول ما شاورت له ايه في التاكسي، اول حاجه دخلت انت بتتفرج بتسمع ايه؟ قال لي اف ام. قلت له الحمد لله، انت كده ما كانتش هتبقى معديه. قعدت طبعا اتكلمت مع الراجل يعني عن اجواء رمضان وازاي كان بيعدي يومه في رمضان وازاي يستقبل اجواء العيد. وطبعا كالعاده زي ما انت جبرت بخاطر الرجاله يعني من شويه، فطبعا نجبر بخاطركم انتوا كمان لان انتوا الخير والبركه يعني. يعني ازاي بيقدر يساعد اهله في الدار، ويقدر يعني ولا بيعمل فاس السيد بقى ويروح وخلاص وحضروا لي الاكل؟ لا 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 طبعا ما فيش الكلام ده خالص. فطبعا الساده المستمعين تقدروا تكسبوا معانا في اي وقت، واي حد يقدر يكسب معانا. بس يعني ايه، انا اقول لكم على المكان اللي احنا فيه، واللي يجي اكيد له هديه ان شاء الله. وكل يوم لكم هديه ان شاء الله من برفيوم الحلوي تحت اشراف اذاعه الحياه ان شاء الله. الله يخليك يا صلاح. ربنا يكبر بخاطرك يا ست هانا. الله يخليك. بعديك ديما معنا موعد ابارتير من الاربع ونص. بعد الاربع ونص تلقاونا في الشوارع القيروانيه. ان شاء الله اليوم باش نكونوا امشزه لكم، حتى بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا يحضروا روحهم. تنجموا تتعديوا من شارع من بحر شارع ولا هنلمحوا له هديه. اي فلا اللي هنلمحوا له هديه بقى. ولا احنا كما العاده يعني مش نوقفوا تاكسي ولا تاكسي تو بتبدا رايحه جايه رايحه جايه. الهديه ب 5 جنيه والحسابه بتحصل. مرحبا بالناس الكل. اكيد الناس اللي تتعدى من شارع ابنه الاغلب احنا مش نكونوا راهو بخيسك بعد الاربعه ونص في الشارع القيرواني هدايا. الوغ كاينكم دي تاكسي ولا دي يعني ديك اليوم في التاكسي، اكيد احنا باش نكونوا معاكم وتنجموا تربحوا معنا كادو مزيان من اهداء الحلوي فراغرانس. يلا احنا مازلنا متواصلين معاكم. هذا هو جونا بالموزيكا التونسيه. بعد شويه تشنشين تزدا باش تكون حاضره. تو تويت لطفي بوشناق صندوق جابور رجعينا. بنت رمضان بنت رمضان بنة رمضان. مرحبا بالناس كل اللي معدل الموجة علينا. احنا دائما مكملين معكم لقاية دي كما تعودتوا به، وقاية تشنشنتنا لليوم تشنشينا. وقاية تشنشينا تشنشينا كيما كل يوم وكيما عودناكم تشنشنتنا تكون منقع الخابية وتكون سهلة برشا. يلا كل ورقه والستيلو، والا باش تلقاوها بعد على الباج اوفيسيال نتاعنا على صفحتنا الحياه فهمت سور فيسبوك. تشجنتنا تقول اول زماني لولو ابيض، وثاني زماني زمرد اخضر، وثالث زماني ياقوت احمر، عرفني وخذ مني الذهب بالاصفر. نعاود لكم ميساج. اول زماني لولو ابيض، وثاني زماني زمرد اخضر، وثالث زماني ياقوت احمر، اعرفني وخذ مني ذهب اصفر. هذه تشنشنتنا بالنسبه لليوم. راه اكيد نحكيوا على خليقه. عرفت حمزه بدات تقرب له ايش نقول لك كيف جيش جيش لا مش خمم فيه جيش طلعتني هيك خلا جبت حاجه صفرة معناها من الفصل. فهمتني معناها اول ابيض العظمه خاطر الساق نتاعها صفرة زماني زمرد اخضر دقلوله الحمراء. وريني يعني الاخضر برك في الدجاجه شو الاخضر اللي الريش لا كاش الريش اخضر اللي يخرج من داخل. باهي. وثالث زماني ياقوت احمر. ياقوت احمر هو اكل ذاك. باهي عرفني خذ مني الذهب الاصفر هي كعب العظام ولا العظم. لوجيك لوجيك مش ما نقولش مش لوجيك صلاح الصلاه على النبي. انا عارف كل حاجه. انت عارف كل حاجه زي ما قال حمزه. زي ما مش عارف هو قال ايه بس زي ما قال حمزه. زي ما قال زي انت قلت بقى فكرني قال الدجاجه اهو. الدجاجه قلت فكروني سوري ليه قلت فكروني معناها الدجاجه شنو نقولوا لها بالمصري؟ فرخه. الفرخه صحيح فرخه شمرت صحيح. في فرخه شمرت وفي ديك بربري وديك البربري
الكبر احنا حدنا كل بقول... العربي والسوري معك عندنا العتيقة عندك عندك احتمال احمد لازم تقول التي كيفاش يكون عبيض ملول ملول مرتفع عليه ايه وبعد اخضر وبعد اخضر ايه عندي احمر ايه اما الاصفر ما ليه الاصفر هي النار اللي تيب عليه معقول على الصحه على الفرع قاعدين نعملوا في مجهود احتمالات صحيح هذوما الاحتمالات بتاع الزملاء في الاستوديو انتم اذا كان عرفتوا الاحتمال او الاجابه صراحه تنجموا تدخلوا معنا اكيد وفما تيراج او سور كل نهار جمعه وعندهم عندكم ان كادو من عند فريق جي اس ام كل اسبوع اللي كان تشجينا لليوم وقيد التنشينا تنشينا يلا احنا مازلنا متواصلين بعد شوية باش نكتشفوا الحكاية حكاية اليوم مع حمزة بالشيخ في صندوق العجب دار فيها عجيب برشا عجيب لليوم تستنى فينا يلا احنا مازلنا متواصلين معكم هكا بالموسيقى التونسية مكملين معكم بنت رمضان بنت رمضان بنت رمضان بنت رمضان مرحبا بالناس كل ما عدل المجعلين هذه هي بنت رمضان وتحلى اكيد العشويه معكم دائما بالحكايات وبالحكايات العجيبه كي نقولوا حكايات عجيبه دائما نقولوا صندوق عجب مع زميلنا حمزه بالشيخ صندوق عجب صندوق عجب مرحبا بك حمزه عسلامة مرحبا بك نور مرحبا بالساده المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا مرحبا باللي حاضرين مع حضرنا لهنا في الاستوديو اليوم باش نحكيوا على هيجوج وميجوج ايوه قبل نذكر مماتي تقول لي مثلا كلمه مثلا ما اكثرهم هيجوج وميجوج ولا ما نعرفش انا اي حاجه في القبيل ولا في السياق هذاك مذكورين معناها مذكورين في القران و... أجوج. أيه. أنا مش نعرف شكون هما ودرا خرجوا مازالوا وقتش باش يخرجوا حكاية الجن والغول طلع تحقيقة مش خرافة من الحكاية الكلنا نعرفوا حكاية هيجوج وميجوج اللي يحكيوا عليهم باش يخرجوا من الأرض واللي هما في الأصل يأجوج ومأجوج الهيجوج والميجوج كيما سميناهم احنا في تونس حسب الاعتقاد هما نوع مجنون في شكل أقزام باش يخرجوا من الارض كيما ماتوا وتوفاو من معناها من الدنيا عندهم مده قصيره لكن برشا جدات ونساء كبار يحكيوا حكايات غريبه على الجنون اللي في شكل اقزام ويقولوا اللي هما خرجوا وانتهى الامر كيفاه زعم وفي كل مره يشوفوهم حد معناها ولا تشوفهم مراه مثلا من نساء الكل الحاجه خدوجه مش تحكي لنا وهي صغيره عمرها 16 سنه كانت ماشية تعبي في الماء من العين في جهة من الجهات من معتمدية الروحية بلاصة ريفية خالية وموحشة وكانوا برشا بنات يخرجوا يسرحوا بالغنم ولا يجمعوا في الحطب ولا يعبيوا في الماء وكانوا يخرجوا الصباح ولا بعد الظهر بعد يروحوا قبل المغرب خاطر الخروج في القايلة ولا في المغرب يخوف خاصة انه برشا بنات خرجوا لهم الأقزام من تحت الأرض وفي ديهم برشا ذهب ويقوت الحاجة خدوجة تقول اللي هي صغيرة ماشية تجمع في الحطب مع ساعتين متاع النهار تسمع في صوت وراها يعيطلها باسمها يا ماما يا حاجة يا حاجة إذا بيها تتلفت تلقى قزم وفوق ظهره رزمة معبية بالذهب القزم عرض عليها حاجة قال لها نحبك تتزوج بيا قتلوا كيفاش عملت هكا خطفت روحها وهربت تجري ما تفتتش وراها من وقتها مش تخرج لا في القايله ولا في المغرب ولا في الليل وما عاد تخرج كان في الصباح تقضي شهورها وتروح كيما نقولوا قال لك يا سيدي هالاقزام اللي يخرجوا مالهم الجنون ويمكن يكونوا هما الهيجوج والميجوج اللي حكيوا عليهم باش يخرجوا في اخر الزمان حكاية الجن ما تغيبش على الخرافات اللي تحكيها الجدات ونساء الكبار وحكاية هالأقزام برشا نساء كبار يؤمنوا بأنها حقيقة وأنه هك الأقزام يخرجوا خاصة في القايلة ولا في المغرب يلوجوا على حد يخطفوه وخاصة عاد البنات ونساء
ويحكيوا انه برشا بنات كانوا يخرجوا لهم هكا الاقزام ويطلبوا منهم الزواج كما حكيت لكم قبيله، لكن الحاجه الباهيه انه كي ترفضهم ما ياذيوهاش، وفي كل مره يشوفوا واحده خارجه وحدها يحاولوا معاها باش تقبل ويعرضوا عليها اللي عندهم الكل من ذهب ومن ياقوت ثم يشتقبل بيهم. ويقولوا زادة اللي برشا بنات قبلوا هذاك علاش اختفوا جمله من الدنيا، وحتى حد ما يعرف عليهم شيء، واللي يعرفوه هو انهم كانوا هك الاقزام اللي يخرجوا خاصه في القايله ولا المغرب هما اللي خطفوا هك البنيات. ما لا يجوج وماجوج، هذا ما يجوج وماجوج اخر الزمن دول. يعني هذا علاش معناه ما يحبونيش قبل نخرجوا في القايله، احنا عندنا كل يعني في تونس كانوا يخوفونا دائما، حتى عندنا في مصر يقول لك ابو رجل مسلوخه امونا الغوله الحاجات دي. هي 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 خرافيه طبعا يا حمزه، هي لا مش خرافيه، هي حقيقه بجد. هي حقيقه. طب اعقب على كلام حمزه حقيقه بعد اذنك. تفضل. الحاج خدوجه كما سموها اللي هي اصيله منطقه الروحيه تقريبا في سليان الروحيه تقريبا سنتني. حسين تحكي في الحقيقة معناها صارت عليها هي، صارت يعني حاجة توقع حكتها هي، حكاية معناها صارت. قالت نمشي إذا بصوت معناها عيت لها بسمة يا خدوجة، اتلفتت هيك المرأة فهمتني، تلقاهم فهمني كذا، تلقاهم معناها تلقاها وراها عملت هكا هربت تجري. لكن هذه لكن هذه في 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 بعض معناها أمخاخ التوانسة وبعض أمخاخ البعض فهمني يقولوا لي هي خرافة. انا شخصيا نؤمن بها صحيحه والله اعلم في الباقي. ياجوج وماجوج زي ما الناس كلها عارفينهم لما ورد ذكرهم في القران، واكيد حمزه كلكم عارفين. هو اصلا اساسا اسم ياجوج وماجوج في عجاله كده. ياجوج من اججه النار، يعني كلما اشتدت لهيب النار وزادت حرارتها سمت اجيج. وماجوج من ملوحه الماء، لو كلما زادت ملوحه الماء فسميت ماجوج. فياجوج وماجوج هم عباره عن ايه؟ قوم مفسدين طغوا وتجبروا، وكانوا دايما اللي هم بيأذوا بيقتلوا بيفسدوا في احد العصور. لما طلعوا على اللي كان في ملك صالح ذو القرنين طلبوا منه انه هو يبني سد علشان يمنع يأجوج ومأجوج، فقال لهم ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. فبدأ بصب الحديد، وبعد ما صب الحديد ما بين جبلين بدأ يحط عليه النحاس، ولحد ما تقوى جدا وبنى سد عظيم. طبعا انا بحكي في عجاله من الاثر، يعني ما بدخلش في التفاصيل. ومنع عنهم، وطبعا لما الرسول عليه الصلاه والسلام وصفهم قال عنهم انهم يعني انهم قوم او اقوام عددهم يفوق عددنا بكتير جدا، تمام، ان هم عراض الوجوه، وجوههم عريض وصغار العيون، والشفاه بتاعتهم مشققه، ووجههم زي ما تقول عليه سمين تخين من كتر اللحم اللي فيه. لما هيخرجهم كل ما بيجي يحفروا علشان يخرجوا من السد، اول ما بداوا يوصلوا ان هم خلاص يوصلوا للحفره بيجي يقولوا ايه هنكمل بكره، كل يوم هنكمل بكره، لحد ما يجي في يوم من الايام هم بيحفرهم، فجي واحد على راسهم او القائد بتاعهم قال لهم ان شاء الله سنكمل غدا. في المره دي بالذات قال ان شاء الله. رجع تاني يوم لقى مكان الحفر اللي كانوا فيه، طبعا كانوا قبل كده كل مره ما بيرجعوا يحفرهم يرجعوا تاني يوم ولقوا ايه اتردمت من اول وجديد. لما قالوا ان شاء الله طلعت هي حفرهم، نزلهم بنزلوا طغوا وتجبروا لدرجه من كتر عددهم لما كانوا بيعدوا على بحيره اولهم لما بيشرب البحيره لما بيعد اخرهم يقول ايه ها هنا كان ماء، يعني من كتر عددهم يضلوا يفسدوا ويقتلوا في الناس وكل حاجة. ينزل سيدنا عيسى ياخد اللي تبقى من المسلمين ويطلعوا في تبة أو يصعدوا على جبل ويبدأ يدعى ربنا، تمام، لحد ما ربنا يسلط عليهم حشرة اسمها النغف، هتدخل إما في أنفهم أو في خشمهم، يعني هتدخل في مكان في جسمهم، هيموتوا ميتة واحدة كلهم، هيموتوا في نفس اللحظة بقدرة من يكون للشيء يكون فيكون. بعد كده الأرض هتفضل وقت طويلة من ريحتهم وجثثهم هتتعفن وتتحلل لحد ما ربنا هيأذن السماء ان هي هتمطر والأرض ان هي تبتلحهم وتبدأ دورة حياة جديدة للمسلمين. ده دي في عجالة كده يعني ياجوج وماجوج. نحن بعدنا شوية على المقصود نور. المقصود انه من الحكاية هذية رو نحن قلنا اسكو هالعباد هذية اللي تخلقت المخلوقات هذية خرجت ولا عندها وقت باش تخرج ولا مازال؟ لكن لهنا في الحكاية اللي حكيناها قلنا اللي راهو العباد ثم عباد راهو اشكال تشبه في المواصفات اللي حكيناها. ايوه فهمتك.
عن التراث عن التراث اللي احنا عايشينه. في ناس بتشوف حاجات وبتعمل عليها اسقاط ان دول ياجوج وماجوج يعني شافوا الصفات. ما احنا عندنا بنعمل كده يعني في كيان ظهر في الصحراء. تصديقا لكلام صلاح هذه القصه صارت في القران الكريم في قصه القرنين. مش قالوا قبل كده ياجوج وماجوج خرجوا في صحراء مصر؟ ايه يا عم جابوا واحد قاعد في الصحراء الغربيه عندنا في مصر. قال لك والله شفتهم ازاي؟ قال له شفتهم قصيرين والشمع اللي هو نفس الوصف. وبدات حكايه والناس تمشت اهو موجودين في مصر عادي. هو كيف يخرج يخرج في الدنيا الله اعلم. طبعا هيسيحوا في الارض من كتر عددهم اصلا. انت خفت يا نور ولا ايه؟ ليه والله يعطيك الصحه الحقيقه على المعلومات الثريه هذه. يعني من كانت الحكايه نحن لهنا راهو باناش باش نخوفوكم باش نثريو باش نثريو لسه الثقيل جاي لسه الثقيل جاي باش نثريو برشا معلومات برشا حاجات هكا تنوروكم ان شاء الله وتنور ونحن بيدنا بطبيعتنا والله ولي التوفيق. يعطيك صحة حمزة صحة أيضا صلاح على هاللمحة. هذه كانت صندوق عجب. صندوق عجب صندوق عجب. يلا احنا مازلنا متواصلين معكم ودائما في نفس المود ونفس الموجود. مرحبا بالناس كل اللي تحقت بنا على 93. مرحبا بالناس الكل اللي قاعده زاد تتفرج علينا فيا ويب كام. هذه هي بنت رمضان بعد شويه الغسيت نتاعنا البنينه ما بين المالح والحلو مع الشيف امين رماح. سينون الموسيقى التونسيه مازالت متواصله معكم. انس الطيف يا فاطمه ورجعنا بنت رمضان بنت رمضان بنة رمضان. احنا مازلنا متواصلين معكم واكيد رحبوا بالناس الكل اللي التحقت بنا. الناس اللي مروحه الناس في الكوجينه لقيت هذا دائما يلتحق بنا الشيف امين رميح. مرحبا شيف سي عقبال. مرحبا مساء الخيرات. مرحبا سي حمزه. سلام. مرحبا شيف. ان شاء الله نهاركم زين نهاركم اسعد الايام. اليوم باش نعملوا بلا هكا خفيف نظيف شيح فيت في لا يستحق برشا جهد لا يستحق برشا وقفة لا حد شيء. تعملوا بلا هكا بوسك المعدة بدأت تتوحش ما كلت شارع بدأت الروح تتوحش ما كلت شارع. عنا ما شاء الله هو يكون اللي في بالي هو يكون اللي في بالي باش نعملوا شاورما. الله شاورما نعملوا بلا متاع شاورما باش نعملوا احنا شاورما بالدجاج. الله بالنسبة نبدأ بالإنجريديان معنا نبدأ بال قبل كل شيء سيدي هيد عطينا ساعة غسيت وكالة غسيت وكال غسيت وكال. يلا سيدي نبداو الشاورما. شاورما دان شاورما باش نعملو ميكس معناها باش نعملو مخلطة بولي ودان بولي وسكالوب دودان. دونك بالنسبة للبولي باش نسحقو زوز أفخاذ دجاج. ماذا بينا أفخاذ الدجاج هذوك كان احنا نجمو نعملوهم ديزوسي معناها نحيو العظام اللي فيهم. هي سهلة ناخذو البارتي نقولو احنا الكورن والبارتي من اللوطة. نحاولو نعملو كلانسيزيون معناها نحلوها بالطول وبعد نكسرو العظم معناها يخرج طول فاسيلمون. معناها اللي باش ناخذو من عنده احنا الدجاج نقولو ماذا بيا فرغ لي معناها الدجاج نحي لي العظم نتاعها. دونك هذه اللي تابلو الدجاج نخليوه بالجلدة نتاعو باش نسحقو خاطر باش نحطو ترونش من اللوطة وترونش من الفوق من بعد نعطيو كيفاش نعمل. بالنسبة للسكالوب دو دان باش ناخذو شرايح ماهمش جويدين برشا ما نقولو احنا نتاع نص سنتي 0.5 سنتيمتر معناها خشن باش نحطوهم دي ترونش. دونك لاستوس نتاعنا بويسك احنا ما عندناش ما يكون شاورما في الدار اللي عنده هنا سلكة اللي ما عندوش نعطي حل به باش ناخذو بصلة ماذا بينا ارزم بصله قرعه بطيخه اي حاجه رزين احنا باش نبداو بالبصل. نعملو باز من اللوطه معناها نقصوها شويه تري من اللوطه دون فاسون تولي عندك سوبر معناها تولي هي الباز. ناخذو كعبتين بروشيت سواء عندنا احنا معناها اون بوا هذوك الجوتاب العاديين سواء ناخذو السفافد نتاعنا الديري كل حديد ولا اللي يبداو ينوكس ولا كل واحد وشنو انواع السفافد اللي عنده باش نعملو فيهم المونتاج. بالفات انا نحطو السفافد نتاعنا على البصلة هذيك شوالي عنا عبارة سوبور فيه دوز اكس معناها باش ندخلو اللحمة شتبدا مشدودة من شرتي. هذي هي لاستوس لول. دونك بالنسبة للفاح باش نعملو شوية هكا متونس نعملو شوية مخلط صلاح ولا كيش
الشاورما ورا دماغي سفرت والله العظيم، لان انا بعشقها جدا. فما هو تحط هي مثلا كان في سوريا بيعملوها حاجه مثلا او تركيا في حاجه، صحيح. لازم كل بلد تحط التكه بتاعتها او الامبرانت بتاعها النفس او البصمه. تركيا وسوريا والكل يحطوا الهيل، يحطوا القرفه، يحطوا معناها فما انواع الفحات الشرقيه، واحنا نحطوها في الشاورما بصفه كبيره، بيحطوا حتى اللية وش حمرة بيحطوها علشان أنا... تمسك. وبعدين انا عايز هي الميزه اللحمة. الميزه بتهالي يا شيف في الفخذ اللي انتوا بتقولوا كويس ان اللحمه بتاعته بيكون فيها انسجه اكتر من الصدر، فبالتالي بتمسك بالضبط. صح بالضبط. الله مش من... ده انا شاطر ده انت ولا شيء كل واحده اللحمه بتاع الفخذ دي ما مروبه اكثر معناها فيها اكثر كميه بتاع ميم صدر، صدر في ساعه يشيح صح في ساعه ما يخرج من الفخذ ليه في معناها اللي فيبر نقولوا احنا لك الانسجة هو وعلم الطبيب والله مش اي حاجة. اغلبني صلاح لا 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 يفتى وملك في المدينة اكمل اشياء. دوك بالنسبة للشاورما بتاعنا الباز متاعها هي الفاح الباز الفاح باش ناخذو ناخذو مغرفة متارد نفس المارينات ما نمشي للافخاذ هو بيدو بشي يمشي معنى الزدورة متاع الاسكالوب ولا الجيش كل هذا شو يحب مش نسحقه موتر مش نسحقه اشترحه ككريم فريش مش نسحقه ملح فلفل اكحل شوية كركم مش نسحقه احنا اشتر مغرفة هروس مش عطينا كالكولوراسيون كالكولوراسيون حمرة ذيك المزيانة في الشاورما متاعنا باش تبدأ هكا نقوله احنا ناضجة ناضجة واضحة اللي يحب ينجم يحط زنجبيل مرحي ذكرا ينجم يحطو هي المرحي معناها ذي اللي يحبها تكون مثلا نقولوا احنا اوريونتال تكون شرقية على الاخر نقولوا احنا مثلا سورية يحب فما ليه اللي يحب يحط لحقيقة شوية ليه اللي يحب يحط شوية شحن لا هذين بعد في المونتاج في المونتاج ممكن يعوض عنهم بزبدة شوف ولا هنا احنا عوضناه بالكريم فريش معناها الزبادي زبادي زبادي فيها النسبة متاع ماتير جراس معناها متاع أكثر من الزبدة معناها دهون دهون أكثر من الزبدة تمام نجم تكون بالياغورت اليوناني مثلا أو علشان بتخليها مثلا اللحمة بتاعتها هشة شوية يعني ويخليها طرية أي طري خاطره أسيد معناها نقولوا احنا أسيد بالضبط كما الخل يا نور 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 بعد كده الفقرة تبقى الشيف أمان وصلاح أوكي أنا شاطر بجد أنت طلعت شاطر شاطر صحيح ليش شاورما بيه دونك نبدأ بالمونتاج متاعنا باش ناخذوا الفخذ لول ديزوسي نحطوا هو الباز ملوط نحطوا ملوطة من بعد باش نحطوا معناها لي ترونش ديسكالوب نعملوا المونتاج في آخر كوش معناها نسكروا وإحنا نقولوا بالفخذ معنى عندي الفخذ من الفوق والفخذ من اللوطة هذو ما زوز مش نسكر بيهم نجم نحطو معنى بين أنا التو الحقيقة نحب نتخيلها شو فاهمين الحقيقة حتى نعرف الشاورما بسلة كبيرة تبدأ هكا تدور لأي شنية شدة في عودة في حديدة ما قلنا في... عادة كابتن بروشيت كابتن بروشيت خطي حسيتهم جويدين لا لا يشدوا يهزوا بالقدي باش ناخذوا البصله نتاعنا البغوشه نتاعنا العاديه معناها هاي السفود هذيك السفود يعطيك الصحه مش كردون راهو اي سفود السفود السفود هذاك راهو يهز قرب 5 كيلو حاقرينه واضح يهزوا بها حتى هذاك السفود نحس هكا تحط فيه بغوشه تغرونه هكا خير اوكي يا خويا باش نزيدوا نقطعوا الشك احنا واللي خايف وكل نحطوا ثلاثه باهي باهي اوكي معناها باش نحطوا زوز نحطوا ثلاثه اما شنو معناها باش ناخذوا الليمون اللي هي كعبة البصل باش نعملوا لها الباز معناها باش باش ما تقعدش تلعب علاش قلنا باش نقصوا تركز معناها باش نقصوا ثلث مثلا نتاعها فهمتني معناها باش يقعد لو دو تيير ثلثين وباش نقصوا ثلث نعملوا باز هذيك واضح فما اللي يحب يعملها في حكه نتاع كوكا ما اعطيت انا اسيو سهله فهمتني فما اللي يحب يعمل باز وحطها في معون ويدخل للفور واضح تطويل انا اعطيت باز سهله واضح بصله نقصوا ثلث نتاعها حطوها نرشقوا فيها لي بروشيت هذوك لفت ان رشقناهم وبدينا نعملوا في المونتاج راه باش تشد روحها وحدها واضح 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 ديجا ماشي نيفو مش عالي برشا كعبه البروشيت فيها 20-25 سم واضح دون فاسون هذايا كل بعد لفاح وماذا بينا لفاح يقعد اقل حاجه ساعتين في الفريجيدير ومغطي خاطر اذا نخليه محلول بالطبيعه باش يشيح وتفسد البريباراسيون كامله باش ندخلوا للفور
مدة التطيب معناها مدة الطبخ تقعد 25 ل 30 دقيقة. خاطر باش يبدا بيان ماريني شارب اللفاح مهريه اللحمه نقولوا احنا لفاتني باش تدخل الفور طول باش تطيب دونك ما تاخذيش معناها مده طويله في التطيب. ماذا بينا هكا كل ربع ساعه باش نسحقها مرتين ما ندوروها شوي والفور يكون يخدم من الفوق ومن اللوطه واضح باش يعطيني من الفوق الكولوراسيون من اللوطه باش تطيب لي اللحمه من داخل. هذا سي الشاورما نتاعنا الشاورما. وكيفاش القصان عاد من بعد القصان من بعد نخرجوها عاد يخليوها تبرد شويه وقصان بالسكينه بالطبيعه ولا اذا عندنا هكا نقولوا احنا المنشار الجويد نتاع شاورما معناها عادي تقص ترونشيت عليهم شويه اونيون كراميليزي عليهم شويه طماطم عليهم شويه قولوا احنا سوسا لاي معناها صلصه ثوم ايوه شويه حمص سيبوني ايه رايك يا حمزه في الكلام ده انا والله زي تبدا حاجه تعمل زيت السجيكي والله جيت طيب زبده راني ليك هاو حتى هو اخر رمضان هكا هاو هو يقول لك راهو الجمعه هذيا ما عادش فيها شهيوي لازم اصلا على الجماعه مالي دار ما عادش يتشهاو بما انه العبيد اللي طيبت والعبيد اللي وقفت على الكوجينه سبب ما عادش فيهم انا نحضروا لهم في احنا نقولوا عرفت ميزاجور الماكله الشارع باش نهار العيد الكل بشقاف في الشارع تاكل هو ريتويل فما ريتويل جماعه نهار العيد الكل تمشي تاخذ ماكله الشارع ريتويل قداش من واحد هنا ياخذ ماكله الشارع انا خدتها مرة لا انا قبل العيد خدتها ثلاثه اربعه وانا منكم خمسه بارك الله معك انا خاطيني حتى احمد جوز ما يحبش جوز حاش ما يحبش يهز صبر اما سي بون شكر هز زوز يديه معناها عليك انت معقول يعني نجموا نتفاهموا الحكايه خاصه الناس اللي كيف نحن متعوده بالكفته يجي متعوده هكا بماكله الشارع بيان سور يشتهي شويه هكا اما سي بون انا عملنا ماكله ورا قد ما تحاول تعمل ماكله الشارع في الدار والله لا تطلع لا ما تطلعش ما فهمتش شنو السر سبحان الله فما هالسيس تنقولهم بعد هو ده القسم اللي ربنا حطه يعني حتى عندنا مثلا في مصر يحاولوا يعملوا مثلا فول والطعميه في الدار والحاجات دي والكشري ما يطلعش زي بتاع الشارع حتى لو شيف اللي بيعملهم ليه هو سبحان الله سر ربنا وضعه علشان الناس دي تسترزق اللي بره لان لو كل واحد عمل نفس الاكل بنفس الطعم ونفس الحاجه خلاص يبقى ايه باقي الفايده بقى فهو في سر عشان الناس تسترزق من عند الله ينجم يكون زين احنا مازلنا مش نحكيوا على الماكله والغوصات الحلوه ولكن بعد بشويه باش نرفعوا لحضراتكم اذان صلاه العصر تتفيت ورجعنا بنت رمضان اذا ما عندناش ما نزيدوش سكر معنا سكر خاطر ديجا عندنا لي كونسونتري معنا حليب نسلي نقولوا احنا دونك هذي نطلعوه معنا جوسكا تولي الكونسيستانت موسوس تولي احنا نقولوا تكستور موس معنا بعد نزيدو عليها الحليب النسلي اللي كونسنتري هذي نخليوه معنا تحضر البريباراسيون حطوها في الكونجيلاتور طول اذا عنا كوش حطوها في الفريجيدير خاطر الكوش تدخل الكونجيلاتور لحقيقة تولي بعد صعيبة في الخدمة والكل اذا باش نعملوه كوم دي بول دو غلاس نحطوه في الكونجيلاتور اذا باش نستعملوه كوم دي بول دو غلاس نحطوه في البوش نتاعنا بوش دوي نختارو احنا الدوي اللي نحب عليه دونك توا البريباراسيون الثانيه اللي هي الكريم مونتي كريم مونتي هي زاد نفس تيكستور بريسك اما باش نزيدو فيها نقولو احنا لارير بوم تاع الفروماج الخفيف باهي دونك باش نسحقو بالنسبه للكريم مونتي 180 غرام كريم ليكيد باش نسحقوا ماسكاربون اذا احنا نقدروا عليه اذا ما نقدروش على الماسكاربون نجمو نعوضوه بالجوكي واضح براتيكمون نفس التكستور قراب شويه في اللي تكستور جوست ياورت غريك نو ياورت غريك يمشي ياورت خاطر توا حسب اللي غال الحقيقه بالسوق كلهم بالليزاروم الياورت غريك لي فما ستاسيور لي فما موجود لقيت ياورت غريك سون سكر حاجه باهيه هما مش على مش لاروم يحطوا كل الكونفيتور هذيك فما اللي جمله ما في حطش سي بيان صدقني الياورت غريك التكستور نتاعو هذيك هي اللي تفرق صحيح من الماسكاربون هو موجود يتباع وحده تباع 250 غرام في بيني معناها في ال 14000 كل غالي شويه بعد ما باش ناخذ انا اربعه كعبات ياغورت غريك باش
تكلف لي ارخص برشا معناها 3000 فرنك باش نلقى روحي هذاك معناها رابح في جيبي وفي كرسي صحيح 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 معقول. دونك قلنا احنا باش نستحقوا 180 غرام كريم ليكيد 100 غرام ياورت غريك ولا ماسكربون باش نسحقوا عليهم 25 غرام سكر غلاس. اذا معنا السكر غلاس نجم نعوضوه بالسكر فاني، اذا معنا السكر فاني نعوضوه ب 20 غرام سكر رو معنا السكر العادي نتاعنا، واذا عندنا شويه هكا فاني ليكيد نرميوه في البريباراسيون. دونك باش نعملوا كولي قلنا احنا خنبدلو شويه باش نعملوا كراميل. نعملوا الكولي نتاعنا كراميل. بالنسبه للكراميل اذا باش تسحقوا كراميل برسالي معنا باش نعطي انا روسيت معنا الستاندر نتاع كراميل مو معنا الكراميل العادي. اذا برسالي باش نزيدوا فيه معنا من لي زانغريديون هذي باش نزيدوا كالملح وبرسك نفس الروسيت معنا. بالنسبه للكراميل باش نسحقوا 160 غرام سكر سكر عادي، باش نسحقوا عليه 200 غرام كريم ليكيد، باش نسحقوا عليهم 50 غرام زبده. نذوبوا السكر نتاعنا خليوه معنا مش لدرجه انه يوصل يتحرق. السكر عمرنا ما نزيدوه الماء خاطر ديجا في كونتيتي انورم نتاع ماء، دونك خليوه ديما يتحل في نار هاديه. فما اللي يزيدوا الماء راهو يتحرق ومن بعد يبس ومن بعد يولي قولوا احنا يفقد الكونسيستانت المزيانه نتاعو معناها التكستور المزيانه، يولي مثلا يشيح لي يولي يتقرمش يضيعني شويه سويتو كي نزيدوا الماء. حطوه على نار هاديه يتحل بشويه بشويه ومن بعد هو ديجا يقر الماء نتاعو. بعد ما يعطينيك الكولوراسيون الجولد دونك احنا الدوري المزيانه نزيدوا الكريم ليكيد ونخلطوا الزبده في الاخر هذا كل بعد ما خرجوا منها. اذا باش نزيدوا الكريم ليكيد اوتوماتيكمون البريباراسيون معناها باش تيبس لي شويه تاع الكراميل. حاجه عاديه على الاخر ما نخافوش منها، نرجعوه على نار هاديه شويه بشويه نحلوه ونخلطوا فيه الزبده يرجع عنا الكراميل نتاعنا جاو به. دونك تو نبداو في نبداو في المونتاج نتاعنا. باش ناخذوا احنا اذا اللي يحب يحط باز بسكوي ينجم يحط معناها كونتيتي البسكوي اشترها زبده ذايبه هذا معناها اذا يحب يحط بسكوي. انا مش نحط بسكوي، باش نحط من لوطا كولي كراميل، باش نعمل فوق المونتاج كريم مونتي، من بعد باش نحط فوقها كولي كراميل، من بعد باش نحط لك الكريم سي، نعمل لك شويه توبينغ نقولوا احنا نسايل عليه شويه كريم كراميل وشويه فروي سيك اذا عندي شويه نوازيت. نجمو نحطو مثلا زوزه، نجمو نحطو اموند افيلي، نجمو نحطو برشا انواع معناها نتاع دي فروي سيك. وصحة بالشفاء ومرحبا بكم. يعطيك الصحة. نتاع عقاب النهار. عقاب النهار صحيح، أما اللي ما يمنعش اللي بالحق الغصات بنينة برشا برشا وفيت فين تصور التحضير نتاعها قداش ياخو؟ ميم با معناها إذا كل كريم تسحق مني 18 دقيقة مع بعض. هذاك يعني. نحطها في روبو تخدم إذا عندي بالفوية تاخذ 30 دقيقة ماكسيموم كل. تخي تخي بيان. أنا باش نحط لك اللي كريم، كريم مونتي نتاعنا والكريم بطبيعة كلاسي، إذا حضرهم فيت فيه ميم با تاخذ مني 10 دقائق حتى مش لا. واضح معناها ديزيرمين خفيف ما يتكلفش برشا خاصة ويكون في المتناول للناس الكل. يعطيك الصحة شيف أمين. شكرا. على الغوسات المالحة والحلوة في غوسات يوكالا. غوسات يوكال. غوسات يوكال. سيدي خليكم برونشي على خاطر كيما البارح وكيما باش نعودوكم كل يوم على اخر شهر رمضان، الكادو المزيان هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه فيا وكام اليوم الاهداء اكيد فريغرانس الحليوي اللي هي غنيه على التعريف. نحكيو على بارفيمري عالقه من عام 1985، نحكيو على بارفيمري من اول لي بارفيمري اللي جبت لي بارفان دو لوكس في القيروان، واكيد نحكيو على الشوا الموجود من لي بارفان بور لي زوم اي لي فام من ناحيه لي ارتيكل ماكياج فيزاج ليبس ايز الاي شادو الكابيلير اللي تستحقوه الكل اكيد تلقاوه عند فراغرونس او الحليوي فراغرونس في حلقه تجاري. احنا باش نربحوكم الكادو المزيان هذا كيفاش
انا احنا باش نكونوا بعد شويه متواجدين في الشارع القيرواني الشوارع القيروانيه وانتم اللي تسمعوا فينا في لي تاكسي ولا لي تاكسي بيتكم. الو احنا نحبوا نكونوا معاكم وخاصه ما تنساوش تعدلوا الموجة على 93.3 هذيك اهم حاجه واكيد تنجموا تربحوا الكادو هذا اللي شكون هو مشيكم انتم للمدام نتاعكم كاينكم بيان سور رجال هذا كادو حق الملح خاطر احنا حبينا يكون كادو حق الملح علينا احنا باش هكا حتى تكون كادو مزيان او موان سامبوليك للنساء واي انسان هو المحاله اللي تخلي البوجينا وعامل عاون في الاعمال الرمضانيه. بعد شويه الصلاح باش يكون معكم صلاح ديما هكا يلوج عليكم هكا ولا صلاح؟ نعم طبعا ان شاء الله احنا بنحضر لهم النهارده مفاجاه تكسر الدنيا النهارده. أيوة ان شاء الله اللي هشوفه هصطاده مش هسيبه والله صحيح والله العظيم امه دعياله النهارده. الطقس سافا اليوم طقس 28 درجه والله الطقس الطقس يعني شويه بيخدع ايه يعني مش عارف طقسك اللي انا نقول لك اللي مرض الطقس هذاك اللي من برا سخون من داخل المهم دايما ما يمنعش ان احنا هننزل ونشوف الناس اللي زي العسل اللي تحت كده ونشوف اجواء رمضان في اخره كده ودخول العيد واشتروا ملابس العيد ولا لسه كده بس اللي هو تحت ايدي بس كده هعصره كده واحده واحده في الاخر كده بس في الاخر حبايب طبعا استنونا اكيد الحياه فين باش تكون معكم بعد شويه في شوارع القيروانيه شنو بعد شويه باش نخليكم مع موجز الانباء يقدموه الزملاء من قسم الاخبار ورجعنا بنت رمضان بنت رمضان بنت رمضان دو غوتور على الحياة فم وين مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة برونشي معنا كسوسوا على 93.3 والا على 3W راديو الحياة فم .net احنا هكا اكيد معاكم وايضا مرحبا بالناس الكل اللي تتفرج علينا على الباج اوفيسيال نتاعنا على الفيسبوك ليكيب سي بون خرجت واحنا باش نكونوا متواجدين معاكم في الشوارع القيروانيه اكيب كامله هكا بحذاكم ما تعرفوش هكا وين احنا باش نكونوا موجودين راح نعطيكم دي سينيال هكا من اول الحصه والاكيب موجوده ديجا عطينا تراها نشوفوا الاجواء عندهم فوالا احسبوا انا عرفت وين صلاح انا عرفت صلاح وين موجود يظهر لي قدام سيد صاحبي فوالا اكزاكتومون غادي ونشوفوه اسكو قاعد يسمع فينا ساعه والا لا صلاح كان تسمع فينا قول لنا انا الو الو حول سمعني يا مرو ولا لا اسمع فيك ورا وفيك زيد طب زودوا الصوت شويه ممكن نزودوا الصوت راه يشوفونا الصوت من عندك شويه اولا مساء الفل على كافه الساده المستمعين اذاعه الحياه في ام اللي بيسمعونا على 90.3 مساء الفل عليك يا نور الله يخليك النهارده لليوم الثاني على التوالي نزلنا اهو في الشارع دلوقتي بالتحديد بإحدى مقام حلوة بإحدى دي كلمة تنسية على فكرة عندي مقام سيد الصحبي أو الولد صالح ليه حتى أنتم ماكم تقول مقام سيدة زينب ومقام لا أنا بقول كلمة بإحدى إحنا بنقول عام بإحدى فالنهاردة عندنا طبعا الهدايا المقدمة من برفيوم الحليوي زي ما احنا شايفين كده الكادوهات والهدايا معانا وي كل يوم كادو من هدية برفيوم الحليوي وي كده في الطقس الجميل ده واللي يجي لنا هو في تاكسي يا معلم تعال تعال هنا طول طول ما تفجعش الراجل يا صلاح ما تفجعوش تعال ازاي الدور سايب السلام عليكم معلش انت ندخل لك الاول كده حبيبي كل سنه وانت طيب الله ده الراجل طلع بيسمعنا اهو والله كويس سي بون لقيت 93.3 والله العظيم هذيك الماركه بتاعنا حبيبي مساء الفل وكل سنه وانت طيب قرب كده حبيبي نتعرف بيك يا غالي حبيبي تسلم احنا حاول تقرب له شويه الميكرو يا صلاح هكا حتى حاول تنحي حتى الكيت من عندك ما يسالش بوغ لو مومون احكي معاه انت تعطيك سينيال كي نرجع انا كان ما نجمش تسمعني ما يسالش قرب الميكرو ماكسيموم طب الصوت كده واضح عرفنا بنفسك ثاني كده يا صديقي محمد وعليك شوفير تاكسي تري بيان مرحبا بيك رمضان الكريم وكل سنه وانت طيب كل سنة ما تزعلش على الخطة اللي احنا خضناها لك ديت احنا اقتحمنا كده الطريق بتاعك معلش بس كان لازم اول ما نشوفك كده نفرحك معانا عشان تفوز معانا ان شاء الله النهارده ان شاء الله عرفنا الاول كده ما شاء الله عليك طيبت اهوت
بس انت على فكره ممكن تمرض انت كده ينفع كده؟ ما احنا في الطرويه نتخصص ولا انت خلاص واثق من نفسك يعني؟ انا ركبي حديد. متجوز يا غالي؟ متجوز الحمد لله. ربنا يديم عليك نعمه وعندك اولاد ربنا يبارك لك فيهم. طب احكي لنا كده بسرعه كده ازاي بتقضي يومك في رمضان؟ رمضان عامل ايه معاك في الطقس اللي احنا فيه ده؟ بتحس بحراره الجو؟ اليوم بيعدي بسرعه ولا لا؟ كل يوم يعني يومك كله خدمه ولا بتقضي يومك ازاي؟ والله نبدا بالخدمه العشرة بتاع الصبح. تمام. تقريبا العشرة. تمام. نكمل مع الخامسة. ايوه. والنهار خفيف هيتعدى خفيف. هو ايام رمضان كلها بتعدي بسرعه اصلا. بسرعه. طب بقول عيني في عينك كده، انت من الناس اللي بتقول يا رب يا رمضان يعدي بسرعه كده علشان خاطر نرجع تاني بقى لقعده القهاوي والدنيا تحلى معانا وكده، ولا بتخش جوه النفحات في رمضان كده وبتعيش ايام رمضان؟ والله ماذا بيا العام كله رمضان. الله يصلح حالك والله، وهو ده فعلا يعني اللي احنا بنتمناه. طب جبت ملابس العيد ولا لسه للصغار؟ نقص طريف طريف. طب ارجع لنا شويه كده، سامحنا معلش. ما تقوليش عملت ووقفت السيركيلاسيون غادي يا صلاح. ممكن 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 ممكن. ليه مش ممكن؟ مش ممكن مش ممكن. طب جبت هدوم العيد للصغار ولا لسه؟ لا لا بس الحمد لله. طب صلاح اسلو يعاون مرته في رمضان. بنحيي الامن التونسي. الله حبيبي تحيا تونس، احلى امن في الدنيا والله، كلها منورنا على راسنا حبيبي، كل سنه وانت طيب. تحيي الامن. ما هو الامن جه بيسالنا كده لما شاف وقفتك كده وقفتك او التاكسي، فلما عرف ان احنا اذاعه الحياه والله الراجل ربنا يبارك له فرح فينا والله ووسع لنا الطريق والله الله يبارك له. نرجع تاني مع الصديق الغالي. جبت هدوم العيد ولا لسه؟ بس بجد يعني العيال بقى العيال دلوقتي بدا يقولوا لك ايه، عاوزين هدوم العيد بقى يا بابا، وشوف لنا وما ينفعش والعيد قرب، فانت يعني بتاخدهم على قد علوم وبتجيب لهم اللي هم عاوزينه ولا اللي انت عاوزه؟ اللي انا عاوزه. اللي انت عاوزه. لا راجل وسيد الرجاله. حبيبي احنا يا نور تحب تسال اي حاجه؟ جست اللي هو كيفاش كان عليه رمضان، عاون المدام في الكوجينه، كان تعبها في الشيء. طبعا انا لسه جاي له لسه جاي له. في بقى سؤال كده انا عاوزك تساله لي، سؤال لو لابي حلزوني، عارف يعني لو لابي حلزوني يعني من غير لف ودوران، انت لما بترجع الدار تبقى بقى السيد بقى كده في نفسك كده وحضروا لنا الاكل والطاوله، ولا بتنزل تمد ايدك مع المدام كده اللي بتعمله بتعمل معاها؟ نتعاون بجد. وبتغسل المواعين؟ كل واحد عنده دور. لا لا انا بسال على المواعين بالذات. ليه بقى لازم تغسل المواعين وبميه سخنه؟ يا رب ربنا يديم ما بينكم الود والتعاون يا رب، ويبارك لك اولادك ويبارك لك في المدام ان شاء الله، ويتعدى عليك رمضان بخير. واحنا قلنا كده نفرح معاك ونعمل معاك جو، ومعلش سامحنا اذا كنا عطلناك، بس المستمعين الاوفياء تحيه لك والله من اذاعه الحياه اف ام وكل اللي بيسمعونا. وجينا دلوقتي ده اهداء كادو حق الملح للمدام مننا، بس هذه للمدام طبعا كله. منك للمدام هذه للمدام. تقديرا ايوه ايوه تقديرا مننا ومن اذاعه الحياه ومن البرشم الحلوي لوقفتها في المطبخ، وقفت كل ست عظيمه تمام، وبالتالي ثاني وثالث ورابع مره بقول لك للمدام. امانه تاخد من ايدينا لايديك للمدام. حبيبي دي هديه بسيطه كده حق الملح للمدام، وكل سنه وانتم طيبين. يعطيك الصحة. ربنا يبارك فيك ودايما اسمعنا. على فكره انا خدت رقم التاكسي وخدت رقمك، فاي مره تلاقيني اتصدق وبطب عليك لو ما بتسمعناش يا ويلك. يعطيك الصحة صراحة، تلمينا على محمد. طيب يا غالي، واعمل لنا بقى كده باي باي كده بقى، قول تحيا اذاعة الحياة اف ام. الله يعيشك يا سيدي. الله يخليك صلاح، مشكور جدا على المداخله هذه. هكا احنا رانا معاكم كل يوم، ان غون ميرسي سي للحليوي فراكانس اللي ديما مدلتنا باللي كادو، وانتم زاد تنجموا تربحوا كادو مزيان من اهداء الحليوي فراكانس اللي
دائما هكا مدلتكم على طيله هالشهر المتبقي. ان شاء الله باش نكون معاكم دائما في الشوارع القيروانيه. انتم معليكم كان تكونوا اون اليرت، تكونوا هكا حاضرين بيان سور باش نجموا نكونوا بحذاكم. يلا وصلنا هكا لدوري، مش يظهر لي او سور اي سيغتان وصلنا لفان ليميسيون تاعنا لليوم. شكر كبير للكيب الكل اللي كانت معاكم اليوم، ان غران ميرسي سي على الكيب الكل اللي كانت في البوان اكستيريور، زميلنا بلال، زميلنا صلاح، زميلنا شاكر، الزملاء شكون اخر كان البارا، هذوما هما فوالا، سلم عليهم برشا برشا زملاء في داخل الاستوديو، اكيد زميلنا سهيل، زميلنا احمد المخلوفي اللي دائما انت وينك الكونفيت اللي تعملهم عاد بعد الاحمد احمد واحمد الشفاف صفقوا وصفقوا عليك انت، واضح زيد تستاهلوا كل خير الحقيقه، يعطيكم الصحه على الاتموسفير الحلو برشا برشا. وبيان سور ان غران ميرسي ليك انت حمزه بالشيخ، عايشك نور، ان شاء الله تكونوا عديتوا ميسيون مزيانه، الناس الكل تسمعوا فينا وشاهي طيبه، يعطيك صحه سيدي، يعطيك صحه شيخ امين، شكرا نور، شاهي طيبه، ان شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الاعمال الصالحه، باش راح طول طيب شاورما انا اليوم الشاورما معنا فوالا. الوغ وصلنا ساعة خلينا نشوف حل التشنشينة اللي هي ايفيدامون ظاهرة الزيتونة ولا كعبة الزيتون. ويعطيكم الصحة الناس الكل اللي جاوبتوا الإجابات كما كل جمعة، عندكم كادو مزيان من أهداء الفريق جي اس ام بالتيراج أو سور. كنت معكم نور البيجي، إن شاء الله نتلقاو في حلقة جديدة غدوة، إن شاء الله تصوموا وتفطروا بالصحة، تردوا بيكم على صحتكم يا جماعة، على خاطر صحتكم تهمنا. ما بقى لي كان باش نقول لكم تصبحوا على ألف خير. مع بنت رمضان الجو معنا ياسر مزيان، انتي يلي تسمع فينا جبنا لكم دبارة بنينة في وسطها حكاية وتشنشينة، ما لفاش تستنى وعدل الموجة مع نور واللي كرونيكور كل يوم من الاثنين للجمعة من ماضي كثر الخمسة على الحياة فام. رمضان على الحياة فام بنا أخرى.